حياكم الله مجددا في أهلا. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. اليوم فقرة مزايين الكتب ستكون مميزة جدا لسببين. السبب الأول أن الشخص الذي سيستعرض لنا هذا الكتاب هو أحد المثقفين السعوديين الكبار، وأنا أقصد هذه الكلمة وهذا المعنى. أتحدث عن الدكتور عبد الله الحيدري، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمام محمد بن سعود، ورئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي سابقا في فترة من الفترات. والدكتور عبد الله معروف بحضوره الثقافي والأدبي والبحثي الكبير جدا، وأفضاله على طلابه وعلى اللغة وعلى العلم حاضرة وباقية وممتدة. ومن امتدادها أن يكرمنا بالحضور معنا في أهلا بالعرفج لتقديم قراءة حول أحد الكتب. وهذا السبب الثاني لتميز مزايين الكتب اليوم، هو أن الكتاب الذي سنستعرضه هو كتاب مشيناها لمن؟ للدكتور عبد الرحمن الشبيلي رحمه الله، واحد من القامات الإعلامية الكبيرة في تاريخ الإعلام ليس السعودي فقط وإنما العربي أجمع. خسرناه وفقدناه، لكن عزاءنا أن أثره وسيرته وما صنعه من أستاذية لأجيال الإعلام سيظل حاضرا وباقيا. نتابع ماذا قال الدكتور عبد الله الحيدري ونعود للتعليق. مساء الخير للجميع مشاهدين ومشاهدات في برنامج هلا بالعرفج. اليوم أحدثكم عن سيرة جديدة نوعا ما، يعني صدرت في السنوات الثلاث الماضية، وهي سيرة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي مشيناها. عنوان السيرة مأخوذ من بيت شعري شهير، وهو مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. في المقدمة يكشف الدكتور الشبيلي رحمه الله أسباب الكتابة ودوافعها وظروفها، ونستنتج من مجمل القراءة لهذا الكتاب أن من الدوافع للكتابة الدفاع عن النفس. أيضا نلحظ في السيرة حضور شخصية المؤلف كما عرفناها، شخصية ودودة متواضعة قريبة من النفس، ولذلك اختار الحديث بضمير الغائب وعدل عن ضمير المتكلم، واستخدم كلمة يقول صاحبنا، وهو يقصد نفسه، ويعترف بأنه أسقط أحداثا عاشها وعايشها عمدا، لأنه رأى محاذير في روايتها وقص أحداثها. أيضا نلحظ أن الدكتور عبد الرحمن الشبيلي حريص على توثيق الأحداث التي يرويها منذ الطفولة وحتى آخر الأحداث التي تحدث عنها، أنه حريص على توثيقها بالتاريخين الهجري والميلادي، والسبب أنه خاض تجربة طويلة في التأليف في مجال السيرة الغيرية، وهو مجال وحقل قريب من السيرة الذاتية ويتطلب التوثيق الدقيق للتواريخ. أيضا نقف في السيرة على جوانب من البوح، وخاصة عما تعرض له من منغصات وإحباطات عندما كان في وزارة الإعلام. وعلى أي حال، هذه السيرة من أفضل الأعمال السيرية السعودية، وجاءت بعد مرحلة نضج مر بها المؤلف، لأنه قبل هذا العمل قدم للمكتبة السعودية والعربية العديد من الأعمال، وكلها تدور في مجال التأريخ للشخصيات ولتاريخ الإعلام. فجاء هذا العمل مشيناها متوجا لكل أعماله التأليفية، ولذلك حظي هذا الكتاب بمقروئية عالية وأصبح من أشهر كتبه. الكتاب يحتاج إلى قراءة معمقة، وأدعو المشاهدين الكرام إلى قراءة هذا العمل، ولكم أطيب التحيات. مع السلامة. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله الحيدري. قبل الحديث عن الكتاب وعن السيرة، سنشاهد هذا الفيديو للدكتور الراحل عبد الرحمن الشبيلي من واحد من الحوارات التاريخية التي أجراها مع الملك سلمان في زمن سابق. ما
مدينة الرياض تتضخم بشكل سريع وبشكل يلفت النظر، وفي إحدى حلقات حوار مفتوح الذي سبق تقديم هذا البرنامج خصصنا حلقة لبحث هذا الموضوع. الحقيقة أن الرياض تتضخم بشكل أسرع من أي مدينة أخرى في المملكة. اللي أحب أعرف من سموكم، هل سموكم متشائم أو متفائل، أو هل أن هذا التضخم يدعو للتشاؤم؟ أنا أستطيع أقول إذا نظرنا إليه من نظرة سلبية يدعو للتشاؤم. أنا شخصيا أدعو أن يكون هناك مشاريع ومرافق في الجهات البعيدة عن العواصم أو عن المدن. إذا نظرنا من ناحية التضخم اللي قلنا عليه، وجدنا أن مثلا الرياض أو جدة أو مكة أو الطائف مثلا أو مدن المنطقة الشرقية أو المدن الرئيسية يكون فيها تضخم، والنتيجة ازدياد الهجرة لها من القرى والبادية. لكن لو نظرنا نظرة إيجابية لقلنا أنه الدولة في خطتها الخمسية العامة نظرت لهذه المشكلة أيضا، والدولة في سبيل معالجة الوضع هذا بحيث أنه تركز في المناطق النائية مشاريع تحفظ أهالي المنطقة فيها. مثلا لو جيت أنا جاء مثلا واحد من أهل القرى التابعة لمنطقة الرياض أو المنطقة أخرى، مثلا الرياض الآن نجد فيه من الشمال من الجنوب والغرب والشرق كل محل، هل أستطيع أن أقول لا لا تقيم في الرياض ارجع لبلدك مثلا؟ لا أستطيع أقول هذا الشيء، حتى أؤمن له الأسباب التي تجعله يقيم في بلده ويعمل فيها وينتج فيها، بلده أقصد قريته أو مكان الذي موجود فيه. هذا اتجاه موجود في الدولة ما لم نؤمن الخدمات اللازمة والمشاريع التي تجعل المواطن يعيش في قريته ويكسب ويستفيد، ستتكرر المشكلة وتتضخم في المدن الرئيسية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذا الحديث المسؤول المثقف الواعي بكل ما يدور، وأيضا نترحم على الدكتور عبد الرحمن الشبيلي. هذا الحديث كان قبل سنوات طويلة إبان ما كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض. أيضا قبل ما أتكلم مع الدكتور لا أنسى أن أوجه جزيل الشكر والتحية والتقدير إلى السيدة الفاضلة شادن بنت عبد الرحمن الشبيلي اللي تعاونت معنا كثير في هذه الحلقة، مدتنا بمجموعة من المواد. خلني أقول يعني بلا مبالغة أنها مدت جسر تواصلي كبير وعظيم جدا، لأن مثل هذا الإرث الكبير اليوم في الإعلام نحتاجه، ومن حق سيرة رجل كبيرة مثل الدكتور عبد الرحمن الشبيلي أن تظهر وتبرز للناس بكل الوسائل وبكل الطرق وبأجمل الطرق. فكل الشكر والتحية والتقدير لها على جهودها العظيمة معنا، وإن شاء الله ما راح يقف التعاون عند هذه الحلقة. التعليق عندك دكتور. طبعا أنا أول شيء خليني عشان أشكر الحيدري كمان الدكتور عبد الله الحقيقة، لأنه سبب اختياري له، لأنه المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشبيلي في المقدمة ذكروا من الذين عرض عليهم مسودة، هي كذا تقال مسودة السيرة. أيضا أثني بالشكر على المبادر الأستاذة شادن عبد الرحمن الشبيلي بنت مرتبة بارة بأبوها، قالت يا أحمد أبوي أب ومثالي، شخص مثالي، لذلك هي تولت كل كتبه. والحقيقة أنا ما أسمي الشبيلي، أسمي جامعة الشبيلي. الآن 94 تقريبا كتاب وبحث، هذه ما سواها بعض الأندية الأدبي ما سواها، فهو جامعة ما شاء الله، وبالذات أنه ملتزم في تخصصه الإعلام أو السير. هذا ما يخص شادن اللي يشكرها من كل القلب، لأنه وفرت لكل شيء، حتى اللقاء مع الملك سلمان الله يحفظه أعطتني إياه كامل وقالت تصرف فيه كما تشاءون، كامل تقريبا ساعة كاملة. نجي يا طويل العمر، قلنا أنه الشبيلي أنا طبعا التقيت فيه مرتين، أبو طال الله يرحمه ويقدرني ويقدره، التقيت مرة في جدة وهو شاب يعني ما شاء الله على درجة عالية من الوسامة، فقلت له تدري يا أبو طلال لو أنا بنت خطبتك؟ قال لي أحمد الحمد لله أنك بنت. قلت له ليش؟ قال لي يعني شكلك متواضع ما هو. طيب نجي أول شيء مشيناها مستقى من بيت شعر، مشيناها خطن كتبت علينا ومن كتبت عليه خطن. بس قبل مشيناها وين كان اللقاء الثاني؟
أي الثاني مع الدكتور عبد الرحمن. مرة قابلته في جريدة الجزيرة، ومرة عام أظن 2003-2004 في ندوة الأستاذ محمد سعيد طيب، مشيناها خط كتبت علينا ومن كتبت عليه خط، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، تكملة البيت. شوف السيرة هذه هي ليست سيرة، هي سيرة مجتمع في نظري، وبالذات أي إنسان في الإعلان لازم يقرأ الكتاب ذا، لأنه هو من أوائل المذيعين في التلفزيون وعاصر مخاض التلفزيون وكيف تولد التلفزيون والبث ومن أول امرأة طلعت، وحتى الإذاعة قبل يعني. نعم حتى الإذاعة قبل. لو جينا الكتاب ذا ينقسم إلى مراحل: طفولته في عنيزة، بعدين دراسته في الرياض، بعدين الإعلام، بعدين الشورى، بعدين التعليم العالي. تقريبا هذه المراحل المهمة جدا في حياته. نبدأ يا طويل العمر إلى قصة والدته فاطمة، والحقيقة أنا دمعت عيني لما قرأتها. هو يتكلم عن أمه، يقول أن أمي جاءت وهي صغيرة من مهجرين بعد الحرب العالمية الأولى من تركيا، هي ونساء معاها، ما كانت تعرف إلا أنها اسمها فاطمة وكلمات بسيطة، وحاولنا نستدرجها نعرف من خوالها. طبعا هم كانوا يسمون على حسب ما يقول أبو طلال أنهم يسمونهم أحيانا شركسيات، أحيانا كرجيات، أحيانا تركيات، أحيانا أرمنيات، باختلاف المسميات. لكن قال نجلس نجثو بين يدي بين عند ركبتيها ونقول يا أم اتذكري، نبغى نعرف خوالنا، نبغى نعتز فيهم، حنا الثمانية هم ثمانية، نبغى نعتز فيهم. تقول والله ما أعرف ولا شيء إلا نسمع. الغريب أنها جت القصيم في عنيزة واندمجت وصارت عنيزوية أكثر منها العنيزة، بل إنها تطبخ الكليجة وتطبخ القرص وتطبخ كل شيء ممكن نتكلم عنه. أيضا عندك باريس نجد، هو تكلم فعلا لما تكلم عن طفولته أنه كانت عنيزة متقدمة، لذلك من الريحاني عندما زارها سماها باريس نجد قياسا للمدن اللي حولها إنها لم تكن منفتحة كثير. أيضا غازي القصيبي لا أنسى كتب مقال في المجلة العربية عام 2001-2002 عن كتاب للشبيلي، قال يا جماعة حنا ما سمعنا كلام الشبيلي. الشبيلي يقول عام 1990 يحذرنا وينبهنا على القنوات والفضائيات الجاية وحنا مستهترين فيها. الغريب أنه هو أول من أوائل من حصل، الشبيلي من أوائل من حصل على استثناء من الملك فهد بالحصول على دش، يقول اشتريته 100,000 ريال كما ذكر بإذن خطي، آسف بإذن خطي آسف. شوف مع الحماس لا ولا أبو طلال الله يرحمه يستاهل من يتحمس معه. نجي يا طويل العمر إلى الشنقيط، هو تكلم عن الشيخ الشنقيط الذي أسس مدرسة في العراق، جاء للزيارة هاربا من الحرب إلى عنيزة ودرس فيها فترة وتأثر فيه، لذلك الشبيلي عمل سيرته الذاتية ومذكراته. أيضا أسرة القرزعي في عنيزة ذكرهم بالخير وقال أسرة متفتحة دخلت العنيزة في المدرسة التقليدية ثلاثة أشياء: المحفوظات والخط والحساب. هذه من المواد اللي يعتبرون ذيك الوقت انفتاح أنك تدرس عندك حساب وتكتب خط وأيضا محفوظات وتحفظ. تكلم عن ابن عمي الله يرحمه عبد الله عبد الرحمن العرفج ودوره في تشجيعه للتعليم. أيضا ذكر حلقاته بن عثيمين في موقفين، يقول إن الشيخ ابن عثيمين لما جيت أدرس مسائي أدرس إنجليزي ما شجعني، قال لي يا وليدي ليتك ما تدرس. وأيضا في الحالة الثانية يقول لما استقلت من وزارة الإعلام قال لي لعل أخيرة لك أنك تترك الإعلام، وهذه دعوة والديك. أيضا التحامه بعنيزة التحام كان قوي، بمعنى أنه كان يصف الحيالة، وقف الشبالة، الأشياء ذي اللي، ودرس في المعهد العلمي اللي أنا في بعد درست فيه معهد عنيزة العلمي. أيضا تكلم عن الأسر اللي هاجرت، وهذا موضوع مهم، الأسر النجدية اللي هاجرت من قبل العهد السعودي، ولما جاء العهد السعودي كانت خير معين للملك عبد العزيز. مثلا أسرة الفضل، الجفالي، القدهي، الناجم، السليمان اللي صار منهم وزير مالية، العماري، النانيه، والخويطر والعجروش، تكلم عنهم باستفاضة. طبعا المعلومة الصادمة للناس كلها، أنا كتبت عنها من زمان بس الآن لقيت صك هنا موثق، تكلم عن تحية كاريوك الراقصة المشهورة، يقول لما التقيت معها عساس ناخذ بعض الأفلام بعد موعدة العلاقات مع مصر، كلفوني أني أجيب بعض الأفلام، يقول فهي ما تدري من أنا ولا تعرف إيش قصتي، فقالت لي تحية كاريوكا حب أقول لك أنه أنا أسرتي يرجعون من عنيزة، أبوي من عنيزة. يقول هو ما تدري أني أنا من عنيزة، سكت. هذه مذكورة في الكتاب؟ طبعا مذكورة في الكتاب. طبعا حتى مع نمسي عليه أبو سعد علي العلياني جاب رجال جداوي قال التحية كاريوكا خالتي وهي من عنيزة ورجاء من ينبع. يعني طبعا تعرف الناس من أول يتداخلون ويتقاربون ويتناسبون. أيضا تكلم أيضا عن أبناء
ابناء عبد الله الزامل اللي هم صار منهم الوزير وكذا، وهاجروا من عنيزة للبحرين ويجمعون بيزات، يقول بيزة على بيزة تودينا لعنيزة، يعني يجمعون حتى يعودون في الصيفية أو بكل ما جمعوا قروش يرجعون لعنيزة، لأنه تعرف ذيك الأيام نجد كما يقولون تالد ولا تغذي، يعني تالدك لكن ما تغذيك فالناس تهاجر. هدى الرشيد المذيعة في إذاعة لندن أول مرة قدمت نشرة أخبار عام 1974، يقول مرت الحادثة بسلام، اللي ما مرت بسلام أغنية عتاب عرضت عام 1976، يقول فانزعج والناس وكلمني محمد عبد اليماني قال يا أبوي إيش سويتوا إيش سويتوا إيش سو، قال له قال أنا جاي الآن للوزارة سأغيب، كذا كتبها سأغيب الشريط حق عتاب. عاد هو يقول اللي شجعني إني أنا أعرض عتاب إنه مرة زرت فيصل بن فهد، يقول قال لي وراكم ما تجيبون أغاني، أمس أنا كنت عند الوالد في قصر يقصد الملك فهد عندما كان ولعات، يقول كان حاط في قناة من القنوات حاطين عتاب ولبسه محتشم، قال ورا ما تجيبون، فيقول الشبيلي قلت له يا طويل العمر هذه مزحة لكن هعتبرها توجيه منك، فعلى ضوءها يقول بثيت أغنية عتاب. طبعا القصص كثيرة، خلينا اختار لك مثلا منها أنه كلمة العنقري نصيحة، إبراهيم العنقري كان وزير العام الله يرحمه، وأنا قابلت الرجل مرتين، يقول هو يقول إذا عندك شيء متردد منه لا تعرضه على المدير، لو عرضته على المدير حيقول لا، يقول إبراهيم العنقري قال لو أنتم يعني واثقين أنه هذه المادة ما فيها شيء عرضتوها، بس لأنكم مترددين خليتوني أتردد وبالتالي لا تعرضوه. هذا كلام من النصايح اللي لكم يا الإعلاميين، أنه ترى أنت إذا استشرت الغريبة، ذكر يقول حنا في أول بداية حياتنا جبنا تمثيل الصحابة، بلال كان ممثل شخصيا، يقول الآن تراجعنا وصرنا ما نقبل إلا ذاك. أيضا أعتقد أنه الأستاذ عبد الرحمن الشبيلي الوحيد من بين الإعلاميين وغير اللي حصل على 3 جوائز من الملك سلمان، حصل على 2 عندما كان أمير الرياض رئيس دارة الملك عبد العزيز، وحصل 2017 والملك سلمان ملكا في الجنادرية وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى كرم فيه مع 3. فأنا أعتقد أنه ما في أحد غيره، إذا في غيره ذكرني، بس أنا ما أعتقد أنه في أحد. أيضا في عام 1994 حصل على التوقيع اللي قلت لك أنه يحصل على دش خاص فيه. أيضا من الأشياء المحزنة هستعرض لك الآن كتبه، طبعا هو له 94 كتاب. إيه؟ هذا نحو إعلام، خلينا بس نعرضها. إيه؟ للشاشة نحو إعلام أفضل، هنا خليها شوي بس عشان الكاميرا تجيب. نحو إعلام أفضل تكلم عن الجوش عام 1990 وقال يا جماعة استعدوا، ولا استعدينا مع الأسف. هذا تجربة لا يمكن تقرأها إلا وأنت تبكي، ابنه 16 سنة مريض حديث الشرايين لين مات، ومات قبله طبعا بكثير. يقول فيتكلم عن تجربته في العلاج لين جاب قضية محزنة، يقول مات في باريس وأمه معانا ما قلنا له أنه الجثمان تحت الطيارة راجعين بنفس الطيارة حنا خبينا على أمه. هذا أيضا باريس مكان مشترك للوفاة مع سعد سعود الدوسري الله يرحمه تقصد، ومع حتى حادثة وفاة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي. نعم نعم نعم، وحدثت له هناك بالضبط، هم مستشفى يمكن يكون هناك في العلاج فتوفي. لا طبعا هو الدكتور في الرياض، لكن الحادثة صارت في باريس. في باريس يعني الله يرحمه. هذه قصة التلفزيون بكل ما تحمل، الحقيقة قصة مثيرة ولازم أي طالب في الإعلام يقرأها، لأن ترى التلفزيون ولد بصعوبة. هذا أيضا نحو الإعلام في المملكة العربية السعودية، كتب مقدمة غازي القصيبي وأثنى عليه ثناء كبير وقال حنا مع الأسف لم نسمع كلام عبد الرحمن الشبيلي الذي كان ينادي يقول يا جماعة الفضاء سيلبد بالفضائيات، سيلبد بالقنوات، فخلونا نستعد خلونا نستعد نطور الإعلام نطور. لا أحد سمع كلامه. وأنا اللي أتمنى دكتور اليوم من السيدة شادين ومن كل عائلة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي أنه يعاد طباعة هذه الكتب، يعاد توفرها في المكتبات، يعاد ضخها للمكتبات. صحيح. لمعارض الكتب، لمكتبات الجامعات والأندية الأدبية. طيب بقي بس شاي أيضا مدام قلت شادن، أشكر شادن حقيقة، أكتب أنت موقع الشبيلي حتدخل فيه كل الأشياء اللي تخصه، مقابلات وكل
كتبه، والحقيقة شاهد فعلا فعلا بنت بارة، يقول لك ابن صالح يدعو له. الآن كتب الوالد مطورتها حاطة على كل واحد فاصل قراءة، شوف لا تنسونه من الدعاء. جميل، هذا يعني تجدد طباعتها، يعني أنها متوفرة. نعم متوفرة، ما وهذا شيء يبهجنا يعني. نعم ما في، وأعتقد أنها تستحق التناول أكبر في البرامج في القنوات مع الوقت، لأن اليوم إحنا نتكلم على سيرة إعلامية يقتدى بها في صحيح المجال. وأيضا تتابع كل ما يكتب عن والدها وتنشره وتروج له في تويتر وكذا، وهذا الصح هذا طيب. صح. بسألك باختصار عن الملاحظات. والله في ملاحظات كثيرة، لكن ليست من شيمي أن أبدي أي ملاحظة على أشخاص ماتوا. أنا أقول لك العمل اللي قام فيه لا يقوم فيه أحد، هو الله يرحمه عشان. لا هو مو حكاية يعني الله يرحمه، إحنا كلنا يعني نتعامل بكثير من الرمزية والأستاذية معه. نعم. لكن الملاحظات على الكتاب بس يعني، لأنه في مرات سابقة استعرضنا صحيح. حتى لسير يعني أشخاص رحلوا فبس يعني عشان مثلا من ضمنها أنه أيضا بعض السيرة الذاتية طلع منها الكتاب، الكتاب ذا موجود مضمونه كله هنا في الكتاب إيه؟ فأيضا أنا أعتقد التكرار أنه تختصر في كتاب واحد. أيوة أنه تختصر. وأيضا تجربة الشورى ما كنت أتمنى، لأنه ما كان في دور فاعل، سيرته جميلة فالشورى تحس أنه هو لم يكن فاعلا مثل التلفزيون أو مثلا التعليم العالي والتطوير اللي حصل في التعليم العالي. جميل طيب.